بقول لك ايه، خلينا نبدا الحلقه بتفاؤل. ايها الاحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تيجي ونفرح بقى، سيبك من التاريخ، كفايه بقى نكد، كفايه غم، كفايه ازمات. نفسنا كده يا حماده في اخبار حلوه، نفسنا في شويه امل، امل بان ممكن الدنيا تتعدل، نفسنا في فرصه بان الاسعار هتهدى والدنيا تتحسن ونقفل على كل المواضيع والدنيا تبقى زي الفل. والحمد لله، الحمد لله الفرصة جات مع مليارات راس الحكمة اللي هتدخل البلد خلال شهرين بس، زي ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي هتدخل مليارات. فخلونا نسمع بقى الأخبار الحلوة من بق الرجل الحلو ده. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم. سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. هيقسمه على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي 10 أو 15 مليار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودايع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار لدولة الإمارات، فهنستخدم في الدفعة الأولى 5 منهم هيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى. بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو السك. طبعا مش بعيد عنك، أنت مش ملاحظ أن الدوبامين عالي جدا عند مصطفى مدبولي، لدرجة أن هو يعني قلنا هنبني ودينا بنينا السد العالي. ملاحظ نفسه، ملاحظ الحماسة اللي هو فيها، راجل عنده هرمون عالي جدا جدا يكاد ينفجر، انما عدت على خير. خلينا نفرح بقى بالانتصار. هيجي لنا في اول شهر 15 مليار، 10 كاش وخمسة كانوا في البنك اللي هم ديون الامارات، هنحولهم لمصري ونشتغل بيهم. يعني اللي هيجي في ايدك 10 كاش بعدها بشهرين هيجي لك 20 كاش، ايوه 20 مليار. بس في بقى خمسه تانيين بتوع اللي هم بقيه الديون هيتحولوا برضو، يعني هتمسك في ايدك 14 مليار. نفرح بقى، نفرح بالصفقه الكبيره ومردودها. خلونا تعالوا نشوف تاثير الاعلان والدوبامين اللي طرطش في القاعه والنقله النوعيه على المارينيت عرايس السيسي. نسمع بقى كده. 35% كسب 100 مليار دولار، لينا 35 مليار دولار، كسب 10 مليار لينا، المهم ليك 35 مليار، 35%. خلي بالكوا عشان رقم 35 ده رقم مصدع ناس من امبارح. في ناس من امبارح بيوتها بتولع في الاخوان، والله عندهم حرائق في بيوتهم، بتكلم جد والله. من امبارح ناس لا تصدق ما الذي يجري. هو ايه اللي في مصر؟ هو ازاي يحصل كده في مصر؟ ده كرم ربنا. يبقى تجاريا هذه الصفقة أولا هي الأنجح والأكبر من حيث الأرقام في تاريخ مصر، ويمكن في المنطقة تقريبا، بتكلم كمان على شمال المتوسط، بقارن باليونان وبقارن بإيطاليا وبقارن بأسبانيا. لا دي صفقة كبيرة، صفقة هي الأكبر على محيط البحر المتوسط. تتحدث عن أرقام طريقة دفعها بمنتهى الصراحة، طريقة لا يمكن أن تكون منها إلا أن هناك مساندة إماراتية كبيرة. 24 مليار أبرونت كاش إن أدفانس، يعني حاجة ما حصلتش. فليعلم كل مواطن في مصر، فليعلم كل مواطن في مصر أن هذه الصفقة بهذه التفاصيل اللي قالها السيد رئيس الوزراء بالأرقام ديت هي طوق نجاة، طوق نجاة. اللي قبل الصفقة حاجة واللي بعد الصفقة حاجة تانية. يعني المجهود أصل
هو الاصل. نعم. والله العظيم الكلام ده من القلب. صحيح. هذا الرجل ياتي دائما في اوقات فيها محن شديده. كلنا بيبقى عندنا حاله من اللا يقين والقلقين على مصر. تلاقيه طالع بحاجه كبيره وضخمه. أي. مش الحاجات الصغيره. أي. هو النهارده وضحت جدا رؤيته يعني ايه الجمهوريه الجديده. النهارده بنفهمها جمهوريه جديده حجم استثمار في صفقه واحده 35 مليار دولار في شهرين. احنا اقصى تقدير كاستثمار اجنبي مباشر كنا بنتكلم في 10 مليار دولار خلال سنه. خلال سنه. سنه. بقول لحضرتك احنا في المجال التطوير السياحي والعقاري والمدن الذكيه الجديده عندنا ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر. أي. وفي حاجه كبيره بتتم على ساحل البحر الاحمر هيتم الاعلان عنها طبعا. السخنه والسويس. امال احنا بنعمل قطر كهرباء من السخنه. هي السخنه دي مش منطقه. السخنه دي حاله. لا مش بس كده. ونفس الدوبامين انتشر في الجرائد المطبوعه او الاخبار وفي مواقع الاخباريه. فشوفنا بقى الحاجات دي. يلا بقى نفرح مع بعض. خالد الجندي عن مشروع راس الحكمه نصر وتأييد من الله لبلدنا. الله عليك. بعد اتفاقيه راس الحكمه انهيار حاد في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ويخسر 11 جنيه. الله عليك. مستشار شعبه الذهب الزبائن توقفت عن الشراء والاسعار انخفضت بنسبه 30%. الله عليك. تفاؤل شعبي مزايا بالجمله نتيجه الاتفاق التاريخي حول تنميه راس الحكمه. مكافحه السوق السوداء الاعلان عن الصفقه السيسي رجل المواقف. الله عليك. اللي بعد عز ام صوت تخين الفقير والغني في مصر فرحان باللي حصل بعد صفقه تطوير اسمها تطوير برضو راس الحكمه. الله عليك. القاهرة تراجع في أسعار العملات والذهب. جرام الذهب بقى مش عارف كام بقى 2930. الدولار بقى ب 49 جنيه. الريال بقى 13 جنيه. الدينار الكويتي بقى ب 167. الدرهم الإماراتي بقى ب 14 جنيه. والأجهزة الكهربائية بقت مرطرطة. الله عليك. الحديد يعلن نزول 3000 جنيه في الطن. الله عليك. ده احنا ايه ده؟ ده كده ده احنا لسه اول فتوح الباب.